يعاني اتحاد كرة القدم من ضغط هائل بسبب الأزمات الخارجية والمتمثلة بالنتائج المختلفة والمخيبة. على الصعيد الداخلي يعاني من انقسامات كبيرة وصلت للواجهة ولم تعد سرية أو يجهلها أحد. عيد والمنتخبات، خلونا نشوف. لم يكن خروج الأولمبي السعودي من كأس آسيا في قطر مبكرا إلا مسلسلا متواصلا تلذذ اتحاد القدم في تنفيذه على مختلف الأصعدة. أحمد عيد وأعضائه أزالوا على ما تبقى من هيبة خضراء 16 مشاركة لمنتخباتنا في كافة درجاته كانت مخيبة في نتائجها، ولم تكن سوى استمرارا واستكمالا لمسيرة اتحاد ختم على كل نجاح ممكن. 5 مشاركات لمنتخبنا للناشئين لم يعرف النجاح فيها إلا مرة واحدة خليجيا عام 2012، وفي نفس العام خرج من كأس آسيا التي أقيمت في إيران من الدور الأول، وكرر كذلك خروجه من آسيا عام 2014، وبعدها بعام حل ثانيا في كأس الخليج. منتخب الشباب ليس أفضل حالا، مشاركتان، الأولى في كأس آسيا في الإمارات خرج مبكرا، وبعدها بعام لم يستطع التأهل لآسيا. المنتخب الأولمبي خاض 5 مشاركات حقق فيها كأس الخليج عام 2012، وبعدها بعام حقق المركز الثاني في نفس البطولة، وتحت 22 عام تحصل على المركز الثاني في كأس آسيا، وكرر تحقيق كأس الخليج عام 2015، وفي نفس العام حقق ذهبية الألعاب الخليجية. أما المنتخب الأول فتميز بخروجه من كل البطولات خالي الوفاق بعد خروجه مبكرا من كأس الخليج عام 2013 في البحرين، وبعدها بعام حل ثانيا في نفس البطولة على أرضه، وفي 2015 خرج مبكرا من كأس آسيا في استراليا. والآن نضع قلوبنا على أيدينا ألا يكون مستقبلنا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لروسيا كسابقاتها.